عاجل، الزبيدي يتجاوز كل الخطوط الحمراء ويعلن الانفصال بتأييد دول التحالف. تفاصيل خطيرة. أطلق نائب رئيس مجلس الرياض الرئاسي رئيس الانتقال الجنوبي التابع للإمارات اليوم كلمات مستفزة لكل أحرار الشعب اليمني من صعدة إلى المهرة. وقال رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي في تقرير نشره موقع المجلس الرسمي: الشعب الجنوبي ينشد استعادة وبناء دولته الجنوبية على كامل ترابه الوطني بحدوده المعترف بها دوليا حتى 21 مايو 1990. وأوضح الزبيدي أن أبناء وادي حضرموت والمهرة يتجهون لطرد مسلحي الإصلاح عن طريق الحراك الشعبي المتصاعد، مبيناً أن محافظ حكومة تحالف القيادي في حزب المؤتمر مبخوت بن ماضي يدعم تلك التوجهات. وألمح الزبيدي أن التحركات لطرد مسلحي الإصلاح الإخوان جاء بضوء أخضر من التحالف ونشل ميليشيا النخبة الحضرمية بذريعة تنفيذ ما يسمى اتفاق الرياض ومواجهة الإرهاب. وتدفع الإمارات ميليشيا الانتقالي لاستكمال السيطرة على مديريات وادي حضرموت والمهرة بعد سيطرتها على أبين وشبوة خلال أغسطس المنصرم، للعودة باليمن إلى ما قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 وسط صمت من التحالف والمجتمع الدولي الذي تعهد كما يدعي بحماية أمن واستقرار ووحدة الجمهورية اليمنية. فضلاً وليس أمراً، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.